صافي اخويا، راه وصلت البلاكه، راه وصلت ليها. ها هي الله. ها اشنو؟ ايوا كاين البرد بزاف وما جاوش اللي قاس معايا، ما جاوش اللي قاس. ما كنتش متوقع ان الجو غادي يكون بحال هكا. دابا حاليا في الشاون صونيت على الدراري تمايا، قال لك كاين الشمس، الشمس كاينه في الشاون دابا. تخيل معايا الشاون فيها الشمس، وهنا كاين دابا الضباب والحال مكهرب ديال الشتا ودير كلشي. وارزمون انني كنمشي دابا في واحد البيست، ها هي باين الطريق. كون كان كون كنت زعما داخل بحال هكا في الغابه ولا شي حاجه، مشكل لك حدا. صراحه تعذبت شويه في هاد باش لقات البلاكه، جايه مخبيه بزاف. ها مين كنت دزت انا من داك البيستا ديال تحت، ما عمرها غطيح عليك بان راه البلاكه كاينه هنا. الجبل هذا كيتسمى جبل الضباب، الافشال احسن بلاصه فيه فاش هي فاش كتقرب القمه. فاش كتقرب القمه كتلقاو هذا الشجر، هذا هو الشجر ديال الارز. شوفوا تبارك الله. اذا كيف ما كتلاحظوا الاخوان، هذه هي الطريق اللي جيت منها. هنا كاين داك ستاسيون ديال افريقيا، وهذه الدار ديال المياه والغابات، كذلك حتى هذه الدار ديال المياه والغابات. الطريق ديال الشاون، وهذه الطريق ديال باب برد والعناصر اللي جيت منها. وهنا كاين واحد البيست، هذه هي ديك البيست، ها هي. دابا هذه البيست غادي نبقى طالع معاها. صراحه هذه غير البدايه ديال البيست، وكاين ما يتشاف هنا الغابه زوينه عندهم هنايا، غابة يعني متقاربة، الشجر متقارب لبعضياتهم، ماشي بحال الغابات الاخرى اللي شفت من قبل. المهم محدي كنطلع نبقى نصور لكم اطلالات من الفوق، اطلالات بانورامية ان شاء الله. تحياتي. دابا انا طالع مع هاد البيست، هادي اللي قلت لكم من تحت، حتى ديك الدار ديال المياه والغابات اللي كاينة في هاد الجهة ديال الستاسيون ديال افريقيا. من موراها طلعت مع البيست ديريكتومون، وكاين هاد الجهه هادي. دابا هاد البيست فاش تطلع من هنا ما خاصكش تزيد تكمل الفوق هنا عاوتاني. ها انت شنو كاين دابا هنا؟ كاين هاد الملعب، هذا راه ملعب ديال الكره. ها هو ماشي سهل لي تصوروا. هذا ملعب ديال الكره، ها البارات، ها هي برا لي برا هنا. وهاد البيستا مازال طالع الفوق، انا ما غاديش نتبع البيستا هنا، خاصني نعوج على اليمن. اليمن كاين واحد البيستا، ها هي هادي اللي كتطلع الجبل ديال افشتال، هادي غاديه ديريكت حتى للفوق. ها هي فوالا، هادي هي الطريق. المهم هاد الطريق اللي طلعت معها هادي الشانتي فين ديال السيما، هادي كتطلع الفوق الملعب لهيه. هنا كاين واحد الدخله، ها هي الدخله هذه
غنبقى تابعها حتى للفوق ان شاء الله. واحد الكالم هنا صراحه زوينه، وهذا الجبل هذا اي واحد يقدر يديره، يعني ماشي بالضروره تكون من الهواد ديال السياحه الجبليه باش دير هذا الجبل هذا. كاين اللي كيطلع يتمنظر يعني هنايا عادي جدا، طريق مزيانه ومقاده، ما كاينش العذاب هنايا. النهار مشمش بعدا مزيان، في الصباح راه كانت الضبابة ديال بصح، دابا عاد ولات القضية مزيان. يا سلام على غابة كي دايرة، فوالا الاصدقاء ديالي وصلنا لواحد البلاصه اللي هي واعره، هي التراجي كامل ديال جبل افشتال احسن بلاصه فيه، فاش هي فاش كتقرب للقمه، فاش كتقرب للقمه كتلقاو هذا الشجر، هذا هو الشجر ديال الرز. شوفوا تبارك الله واحد المناظر رائعه، خصوصا في فصل الربيع، الغابه كامله خضراء تبارك الله، فيما عطيتي العين ديالك اي اتجاه كتلقى طبيعه مزيانه خضراء، فهمت، يمينا يسارا تبارك الله داكشي. يا سلام، واو، شوف الشجره قداش تبارك الله.
الله يا ربي. وحميد صاف اخويا راه وصلت للبلاكه، راه وصلت ليها ها هي. ها اشنو الله، واخيرا وصلت لجبل افشتال العناصر علو 1884 متر على سطح البحر. تبارك الله، اخيرا الحمد لله وصلت من بعد واحد المشقة حجيت بوحدي. صراحة تعذبت شوية في هاد باش نلقى هاد البلاكة، جاية مخبية بزاف. ها من كنت دزت انا من داك البيستا ديال تحت، ما عمرها غطيح عليك بانك بان راه البلاكة كاينة هنا، حيت هاديك البيستا كتخرجك لهي تما كتجلى صافي ما كتعرف فين تعطي الراس. سولت واحد السيد هو اللي وراني وجيت البلاكة. دابا هنا الاجواء النيس الضبابية، دابا حاليا في الشاون صونيت على الدراري تما، قال لك كاين الشمس، الشمس كاينه في الشاون. دابا تخيل معايا الشاون فيها الشمس وهنا كاين دابا الضباب والحال مكهرب ديال الشتا وديال كلشي، سبحان الله العظيم. انت هاد البلاصه ماشي بحال هاد البلاصه، والناس غير هنا غير في الدواور اللي كاينين لتحت عندهم الشمس، اما هنايا ما كاينش الشمس. على نقطة في هذا الجبل ديال افشتال، وتبارك الله هنايا هنا ما كاينش مناظر بانورامية كيطلعوا على شي حاجة، وإنما كاين غير الشجر ديال الأرز، هاد الأشجار الشامخة تبارك الله، وواحد الهدوء هنايا نيت. الغابة كلها الأرز هنا تبارك الله. دابا الاخوان طريق الرجوع الى العناصر، ومن العناصر غادي نرجع للشاولين ان شاء الله. هذا النهار هذا كامل استغرق لي المده ديال النهار كامل، استغرقتها في هذه الغابه وفي هذا الجبل الرائع، لان فريمون يستاهل الزياره. وكذلك عجبني الحال هنا، بقيت كنشوف دي سيركوي وحدين اخرين من غير ديال السيركوي ديال الجبل، لان مناظر صراحه تستاهل انك تستكشف بلايص وحدين اخرين في هذا الجبل. ايوا كاين البرد بزاف، وما جاوش اللي قاس معايا، ما جاوش اللي قاس، ما كنتش متوقع ان الجو غادي يكون بحال هكا، بان هاد الجبل هذا كيتسمى جبل الضباب، جبل الضباب. وفعلا كنشوف بزاف الناس كيف يكونوا كاسبين في مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا بان انا كيسحب لي غير جبل باب برد، وجبل تيدغين هما اللي كيكون فيه الضباب بزاف، ولكن هذا الجبل افشتال باش كيتميز عن باقي الجبال، يعني ماشي بالضروره ان يكون الجو فيه شتاء ولا شي حاجه باش يلا يبان هذا الجو هذا.
بحال الجبل ديال تيزي ران كنت طلعت ليه، ولكن كانت الاجواء يعني شتويه، كانت الشتاء ديال بصح، كانت عواصف ثلجيه ديك الساعه. ولكن دابا هذا ما كاين لا عواصف لا شتاء لا والو في المدن، ملي كتطلع هنا كتلقى الضباب سبحان الله. زعما هاد البلاصه هادي فيها الضباب ديال بصح. ها دابا واخا الكاميرا ما كتبينش داك الضباب الكثيف، راك غير تقريبا شي 6 متر قدامك ما كتشوف والو. و heureusement انني كنمشي دابا في واحد البيست، ها هي باين الطريق. كون كان كون كنت زعما داخل بحال هكا في الغابه ولا شي حاجه مشكله كحدا، ما تقدرش ديك البلاصه في الضباب. راه لي غيد والناس اللي كيكونوا عارفين المنطقه، ومع ذلك ملي كتكون الضباب بصح راه كيتلفوا. I'm so young.